الفنانين اللي دربتهم كان سعاد حسني، سمير الاسكندراني، عبد السلام النابلسي، مجانس علشان الفيلم وبتاع، أندري رايدر الموسيقار بتاعهم كلهم، كل دول مروا عليا ودربتهم. فكانوا بيخافوا طبعا، اصل حاجات بتشيل وترمي وتخبط وتعمل، فكنت بحساب يعني، وانا القدوه بتاعتهم وانزل قدامهم مره واثنين وعشره واخاف عليهم. ظهرت انا في فيلم اسماعيل ياسين وليس حربي، كان شمالي بقى مجانس واليمين عبد السلام النابلسي، وانا واقف بالحزام الاسود. اسماعيل ياسين حبوب في كل حاجه بقولها، كل كلمه بقولها الناس بتضحك. غير اسماعيل ياسين دربت سعاد حسني، اختها نجات قالت لي ده سعاد، وده كان قصه بقى. أندريه رايدر جالي وقال لي سعاد حسني هتعمل فيلم ولازم ندربها شويه دفاع عن النفس، ده كان قصه بقى معنا. أندريه رايدر الموسيقار الكبير دربته، كان ملحن بتاع ام كلثوم والعمل انا الشعب انا الشعب، قصه بقى. اكتر حد دربته ومشى معانا سمير الاسكندراني، من الناس اللي مشت كويس. اكتر حد كان يخاف من الفنانين سعاد، بالنسبه لنا يعني بنت يعني بقى، فالبنات دايما بيخافوا اكتر. قلت لها سعاد عايزين نلتزم بقى ونمشي جد بقى، وتاخدي الفن كله اديهولك بقى يا ست، تبقى بطله كبيره وفي الفيلم والحاجات دي كلها.